أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من
الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإن تخرج وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر Oh.
وإذ أوحيت إلى الحواريين آمنوني ورسولي أن آمنوا بي وبرسولي قال
من
سبحانك اللهم خير معلم علمت آدم في القرون الأولى أرسلت موسى بالتوراة معلم وأخيها عيسى علم الإنجيل وختمت بالرسل الكرام محمدا فكان للعالمين هاديا ومبشرا ونظيرا هكذا عشنا سويا نهوة الإيمان والإسلام مع اطيب الحديث وخير الكلم من تلاه صدق ومن حكم به عدل
ومن اهتدى بهديه هداه الله إلى صراط مستقيم. إنه القرآن الكريم أيها السادة والذي تلاه على ما حضر عقب سفير قراء جمهورية مصر العربية المعتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة الأستاذ القارئ الشيخ سعيد محمود عامر القروة المقيم باريمون مركز ومدينة المحمودية. نقل بحضر لكم هذه التلاوة عبر أسير موجات الزنعية النسل الكهرباء العالمية كل قصور الضيافة المتنقلة في كل مكان وتحت إدارة تصميم الحاجي حسان الفجي وفضح المحلات بمركز ومدينة المحمودية. السادة المعزين الكرام شكر الله سعيكم جميعا للفقيد الرحمة ولأهله خالص العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.